طيب انا عايز اسالك تحديدا تحديدا، وانا كنت مستغل الفرصه دي عشان تبقى موجود معايا، اسالك على مصطفى محمد. رايك ايه في مصطفى محمد في منتخب مصر في هذه البطوله؟ بص، مصطفى عمل مجهود كبير جدا داخل الملعب. يعني كان بيعمل ضغط عالي، بيلعب، بيطلع يلتحم في كرات كتيره. اللي يحسب على مصطفى ان هو ما كانش بيلعب على المرمى كتير، بس هي دي الفكره. يعني هو كمهاجم كان ليه ادوار كتيره، بس الدور الرئيسي ان هو يسدد او يسجل ما كانش ظاهر بالقوه اللي احنا بنتمناها من مصطفى. وده راجع لان اول 3 مباريات المنتخب ما كانش بيأدي بشكل جيد. صح، ودي كانت مشكله. خد بالك ان مصطفى يلعب مره على اليمين ومره يلعب مش عارف فين، والمهاجم لما بتعدي مباراه ورا مباراه ورا مباراه ما بيسجلش، بيبدا يتوتر، بيبدا يتعصب، بيبدا عايز يثبت ان هو لا انا مهاجم قوي، فبيدور ان هو يسجل هدف. لكن مصطفى كان بيلعب السهل الممتنع، كان لازم ياخد ريسك اكتر من كده. طبعا ظروف اللقاءات اللي بعد كده، بتلعب كوت ديفوار وبعد كده بتلعب المغرب وبعد كده بتلعب الكاميرون، المباريات دي ما بيكونش فيها فرص كتير. صحيح. فعلشان كده انا يعني حتى في مباراه السنغال مصطفى الشوط الاول المنتخب كله ما كانش كويس. لما الفرقه اتحسنت في الشوط الثاني مصطفى خرج. هي الفكره كلها ان اوقات المهاجم بيتظلم. صح. لكن في الاخر هو مهاجم قوي، وعندنا كمان محمد شريف كنت اتمنى انه ياخد وقت اطول، لكن خلاص مروان حمدي لعب وحاول لما نزل. فعلى ما اعتقد يعني ان يعني مصطفى زي ما مصطفى بيبقى موجود في الملعب، بس المهاجم هو الوحيد اللي مفيش ايده حاجه. هو لازم اللعيبه هي اللي تمده. ايوه. ولو ده ما حصلش هو مش هيقدر يعمل الفارق بشكل الناس منتظراه، غير لو جات له حاجه فرديه، روح واحد ضد واحد، الحاجات دي كلها سد مشترك ال 18. لكن المهاجم بيستنى الناس اللي تعمل له عرضيات، يعمل له ثرو باس، الحاجات اللي هي بتبقى من تحت المهاجم، الصانعين اللعبه.